want to promote peace, stability. Jordan is a country in a dynamic region, but we are Jordanians that are proud, and we want the world to know that Jordan is a wonderful country, and we want everybody to come and see it. أنا مصري وبفتخر إن أنا في الأردن، شغال في الأردن، وليا الشرف طبعاً أكون مشارك مع المجموعة إن إحنا نعمل ريكورد جديد لموسوعة جينيس. وأنا جديد في الأردن بس حاسس إن أنا وسط أهلي، وشكراً على المشاركة الجميلة. كان التجمع كثير جميل، خاصة انك قدرنا نجمع كل الاوتيلات مع بعض في مكان واحد. هذا شيء صعب يعني انه ينعمل بسهولة. جمعنا كل الاوتيلات معنا بتيم واحد، صرنا كليتنا عبارة عن اوتيل واحد او تيم واحد، كليتنا كومباوند مع بعض. ما تغلبت معاهم كثير صراحة، كان الموضوع كثير سمبل، كثير ايزي، انبسطنا عليه كثير. لما كانت الرسمة عم نطلع من الفلايت من فوق من الطيارة اللي كانت طايرة، لما طلعنا على رسمة البيس ساين كانت كثير خرافية، ما كنت اتوقع انه يكون هذا الجمال. طبعا انبسطت عليها كثير، يعني كانت كثير حلوة. حبيت انه انا كنت هذا الايفنت، كنت فيه، كنت مشارك فيه، وطلع معنا نتيجة كثير حلوة ان شاء الله. هلا احنا كنا بالفلوتينج اليوم، كان شيء اول شيء كثير، يعني اول شيء تغلبنا بس بعدين مشي الحال. هلا احنا كثير مبسوطين، يعني جنرال ديد سي انه احنا اليوم خلاص كسرنا الرقم، كثير مبسوطين. Like the aim, the challenge, this peace message for the world is very nice. الشيء اللي بهمنا انه ننشر السلام، الاردن هي ارض السلام، عشان هيك بدنا نعزز هاي الرساله ونزيدها بكل البلاد العربيه. محاولة الرقم القياس اليوم كانت لأكبر صورة بشرية عائمة، الحد الأدنى المطلوب كان 250 شخص. نجحت الأردن للمرة الأولى بتسجيل الرقم القياسي ب 261 شخص شكلوا شعار السلام بصورة واضحة ولمدة 5 دقائق متواصلة على الماء. The destination Dead Sea broke a world record, which included the employees, the staff, the management of all the fantastic hotels and convention center down here. I am so proud to be part of this group effort to break this record for Jordan. And it's not just any record, it's a record of peace. أنا طول عمره حلمي إني أكسر هذا الرقم. ما كنت بقدر أعيش حلمي إذا ما كانت مسز مونا ومسز باربرا وإيفا حوالي. Thank you guys, we did it. السلام عليكم.